اهلا بيكم معايا في سنجاري، وحلقتنا النهارده هنعمل اكله جديده من المطبخ الليبي اسمها مدفونه السمك. مدفونه السمك بتتعمل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض المقادير. معانا 2 كوب كسكسي اللي هو اللي بيبقى جاهز، معانا زبده، ومعانا بطاطس مكعبات، معانا حمص، معانا بقدونس وبصل، فلفل احمر وصلصه، ومعانا نص كيلو سمك فيليه. مدفونه السمك غالبا هم سموها كده لان احنا بعد ما بنسويها بندفن السمك جواه. هنشوف اول حاجه هنبتدي بيها الكسكسي. لازم يكون عندنا ميه سخنه بتغلي زي اللي عندي دي بالظبط كده، بس هنعمل خطوه واحده. هنضيف شويه زيت للكسكسي، بتفرق جدا في طعمه وبتفرق معاه. بعد ما نضيف له نحاول نقلبه كده كله، المفروض بنفركه بايدينا يعني. بنقلبه مع الزيت، ممكن لو عندنا زبدة سايحة كمان، بيفرق في طعم الكسكسي جدا. تقريبا قلبناه، هحط عليه معلقة صغيرة ملح، لان في الفترة دي لما بنحط الملح دلوقتي بيبقى طعمه احلى كتير مما نحط الملح بعدين، فهزود الملح وهزود الميه السخنه زي ما احنا شايفين اهو غليناها. هنزود الميه السخنه ونغطي الكسكسي. غالبا بنحط الميه لازم تغطيه. بالظبط كده. هنعمل ايه؟ هنغطيه باي طبق عندنا او اي غطا، مفيش مشاكل خالص، ونخليه جنبنا. ممكن نحطه هنا كده عشان ما يضايقناش، ونسيبه شويه لحد ما نخلص السمك. طيب هنعمل ايه في السمك بتاعنا؟ سمك فيليه. يبقى اول حاجه هنعملها هنضيف له شويه خل صغيرين عشان نشيل ريحه الزفاره. وبعد ما ننشف بقى السمك بتاعنا من الخل، هنضيف الدقيق بتاعنا. ننشف كده اول الخل ده، طبعا بيخلي السمك ملوش ريحه خالص. ممكن بقى نفتح على الزيت يسخن، والقطعه بتاعتنا التانيه اهي ننشفها من الخل. هنحط الدقيق ونضيف له دي بهارات سمك، نحط له معلقه بهارات سمك يعني فيها كل حاجه. انا هزود بس شويه كمون وشويه ملح صغيرين. هنحط شويه ملح وهنحط شويه كمون. نجيب بقى معانا معلقه صغيره مش مهم. هنقلب بقى كده الدقيق مع البهارات بتاعتنا عشان يديها طعم حلو. ممكن نضيف بقيه كميه بهارات السمك عشان يعلي التست بتاع السمك الفيليه بتاعنا. احنا دلوقتي عملنا ايه في الكسكسي؟ زودنا له شويه زيت ونزلنا عليه بميه بتغلي، بنغطيه بيها ونغطيه ممكن بالاسترتش او ممكن باي غطا محكم يخلي بس البخار يساوي الكسكسي. هو مبياخدش وقت خالص على فكره. احنا الزيت بتاعنا سخن، هنبدا اول حاجه نعملها نغطي السمك بتاعنا بالدقيق كويس. زي ما احنا شايفين مع بعض اهي، موضوع برضو اكله جميله وسهله، مش هتاخد منك اي وقت ان شاء الله. نجيب الشوكة كده
هنكمل بقية المقدار بتاعنا. بس الأول نقلب دي كده عشان طيب هناخد دي كمان نحطها كده في الدقيق. أكد إن الدقيق مسك في السمك كويس، ضروري. نرفع ده خالص ونجيب معانا طبق تاني نحط فيه ورق كده عشان نطلع فيه السمك. نقلب السمك بتاعنا عايزين برضو زي ما اتفقنا يبقى لونه وردي كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نكسب الوقت ده في ان احنا نفتح الحلة بتاعتنا بتاعتنا. اول ما تسخن هننزل بالزيت نحط له معلقه صغيره زبده، صغيره قوي عشان الطعم، بس مش عايزين نزود الدهون في الاكل بتاعنا، خليه يبقى اكل شكل. نحمرها حلو، هو ده اللون اللي انا عايزاه. احنا ممكن نحط كمان قطعه هنا نقول حاجه. طيب اللي احنا عايزينه خلاص، الزبده والزيت اللي في الحله سخنوا، هننزل اول حاجه ايه؟ هننزل البصل. نسيبه شوية كده يدبل، ممكن دلوقتي نطلع السمك بتاعنا. هنحط آخر قطعة عندنا. تبلنا طبعا دي زي ما شفنا مع بعض، تبلناه حطينا عليه بهارات السمك واضفنا له شوية كمون وشوية ملح علشان نعلي التست بتاع طعم السمك لما يتقلي في الزيت. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ قلبنا البصل كده هنضيف له الفلفل الأحمر، نقلبه مع بعض. السمك عندنا خلاص اهو الكمية كلها اتقلت، والبصلة والفلفل الأحمر. طيب هنبص بقى على الكسكسي بتاعنا، هو بياخدش وقت خالص يا جماعه، بس الكميه ضعفت ازاي. احنا الكميه عندنا ضعفت خلاص، شربت كل الميه. هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ عايزين ننزلها معلقه كبيره بس.
انزلها كده كلها مع البصل. كتر ما هي تضاعفت يعني بقت اكتر بزيادة عن اللزوم. بص خلاص يعني تعتبر مستوية. احنا بنحطها في البصل وفي الفلفل عشان تاخد الطعم ده بتاع البصل. نقلب كده مع بعض. نقلب البصل عشان نتأكد ان البصل بس لونه مغيرش قوي. واحنا النهارده بنعمل مع بعض وصفة مدفونة السمك. هندفن السمك مع بعض. مش هنقول لحد بقى. طيب احنا هنحط كده. مش محتاجة كل الكمية دي. نقلب بقى الكسكسي مع البصل مع الفلفل الالوان. عايزه هنا بقى اطلع بس السمك ما يتفرقش مننا اهو. حمر خلاص. نبتدي بس على وشها فين كده. تمام. هزود بقى هنا معلقه زبده صغيره. هنقلب مع بعض. خلي الزبده تدخل جوه الكسكسي يتشربها. نوطي النار معانا. هنشيل دي عشان نخلص كده. طب خلاص ادعوا عني بس عشان اعرف اشتغل. طيب هنقلب. احنا زي ما شايفين الكسكسي خلاص استوى بيتشرب طعم البصل والفلفل. هنضيف له الحمص. الحمص ده طبعا قدامك حل من اتنين. يا تجيبي الحمص اللي في العلب اللي بيبقى جاهز خالص وده بياخدش اي حاجه يا دوبك برده بتفضيه وتغسليه من الماده الحافظه وتحطيه، او تجيبي حمص من بالليل تنقعيه في ميه سخنه لحد الصبح وتغليه غلوتين على النار خلاص بيبقى طعمه كويس جدا. وافضل طبعا ان هو مبقاش فيه مواد حافظه. ودي بطاطس انا بقطعها مكعبات صغيره واديت لها سوتيه يعني ما حمرتهاش قوي عشان تبقى طريه. هنقلب مع بعض الكسكسي والبطاطس والحمص. انا دلوقتي حمرت قليت السمك الفيليه وسويت الكسكسي مع البصل والفلفل الاحمر والبطاطس والحمص. حالا هخلص وصفتنا ونحطها في الطبق ونرجع لكم تاني مستنياكم.